بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنستكمل كتاب الأردن ببساطة. كنا تركنا موضوع إرسال البيانات وفتح اللي هو السيريال بورت. النهاردة إن شاء الله هنشوف هنستخدمه إزاي على الكود بشكل سريع وسهل إن شاء الله. تابع معايا. وفي النهاية إن شاء الله سيتم عمل شرح على برنامج الفلكور الإصدار الخامس لزيادة الاستفادة إرسال واستقبال بيانات بالسيريال. في البداية هنفتح برنامج الفلوكود، نختار نيو بروجكت، مشروع جديد. هنختار طبعا الأردوينو اللي احنا شغالين عليها، طبعا مش هنقعد نعيد ونقول إن يبرمج أي شريحة أو أي مايكرو كنترولر. خلاص فتحنا الأونو اللي احنا شغالين عليها. هناخد السيريال هي هندور عليه في السيريال في الكوميونيكيشن. طيب هنراجع سريع، قلنا إن في عندي شريط أوامر كومنتس ده شريط الأوامر، وأنا عندي الشريط اللي هي القائمة شريط الأجزاء اللي أنا بستخدمها الأشياء اللي بستخدمها، وعندي الجزء اللي أنا بشتغل فيه المين يعني المين بورد اللي أنا بشتغل فيه اللي برسم فيه المخطط، وعندي الداشبورد بانيل 2D وعندي 3D. طب شوف الكلام ده ازاي؟ قلت اهم حاجة بخش على فيو اشوف اللي انا عايزه. عندي الكوماند، عندي الكومبوننت، عندي 3D سيستم بانل لو انا هشتغل زي ما قلت بالتوافق مع برنامج السوليد ووركس، وبشتغل على 2D داشبورد بانل عناصر بسيطة. دي الـ Properties بتاعت كل عنصر أنا بشتغل بيه، يعني أي كومبوننت بطلعه من هنا بشوف الخصائص بتاعته. تمام. قلنا الشيب الشريحة اللي أنا بشتغل عليها تحديدا أو المايكرو كنترولر دي هستفاد منها مع تباعا هتفهم الكلام ده. النهاردة هناخد حاجة جديدة اسمها الكونسول. الكونسول دي اللي بيفتح صفحات خلفية اللي هي بتاعة التواصل أحد يعني من ضمن السيموليشن بتاع التواصل من خلال السيريال. طيب نجيب السيريال ده منين؟ نشوف الكوميونيكيشن ادي الكوم نفتحه ونختار UART RS 232 دبل كليك هيظهر عندي. كليك شمال بيظهر لي الخواص بشكل مباشر، دي الخواص اللي انا بشتغل عليها. للشانل عندي الاردوينو فيها شانل واحدة. طيب الديفولت بتاعه او التلقائي الار اكس والتي اكس، طبعا هو البروتوكول ده بيبعت من خلال سلك وبيستقبل من خلال سلك بدون تزامن بشكل بسيط جدا وبرمجته سهلة. فالترانسميشن اكس على البورت دي والريسيف اكس على البورت دي زيرو، الترانسميشن على واحد على بورت دي واحد والاستقبال او ريسيف على بورت دي زيرو. طب ايه حكاية البورت ايه والبورت بي ده؟ لو احنا بصينا على بورت او على لوحة الاردوينو هنجد الار اكس ادي البورت دي زيرو فعلا، والتي اكس ترانسميشن على بورت دي واحد، هما دول الطرفين التواصل، ده بيستقبل وده بيرسل. تمام. نرجع تاني للبرنامج. طيب كده خدت العنصر الرئيسي للتواصل من خلال السيريال. طيب بستفاد ايه؟
من التوصل بالـ RS أو الـ RS232 أو الـ UART، أنا بستفاد منه أول حاجة إن أنا بتواصل مع الكمبيوتر من خلال الـ USB، وممكن أتواصل من خلاله الموديول بتاع البلوتوث وده أساسي، برضه ممكن أتواصل من خلال الموديول بتاع الواي فاي وده أساسي. أي ديفايس أو أي تيرمينال، أي حاجة بركبها بتواصل من خلال السيريال، بطلع الكوميونيكيشن بتاع اليو ارت. تمام. طيب، في كمان ملاحظة ان انا عندي ممكن اخلي الباود ريت لو انا حبيت اعدل في سرعة نقل البيانات، هو الديفولت برضو عادي الطبيعي 9600، عايز اعدل سرعة نقل البيانات بعدل من هنا. طيب ايه تاني كمان؟ لو انا حبيت اغير مكان، لو انا حبيت اغير المكان يعني ممكن فعلا انقل مكان البورت بدل ما اخليه، يعني بدل ما انا اخلي التواصل من خلال الطرفين، لا انا ممكن اخليهم من اي اطراف، اي طرفين تانيين انقلهم، يعني انقل الترانسميشن وريسيف بشكل بسيط خالص من اي مكان تاني، اللي هي خاصية السوفت وير، خلاص بغيره سوفت وير وبغير البورت، بنقل البورت اللي انا عايزه خلاص. طب دي انا بستفاد منها في ايه؟ في حالة خوف ان انا بعمل، طب ممكن يحصل تعارض ما بين الجهاز وما بين، يعني ما بين انا بنقل داتا على الكمبيوتر وفي نفس الوقت بستقبل من موديول بلوتوث، فممكن يحصل تعارض في الحالة دي، بغيره للسوفت وير. مش مجالنا دلوقتي، احنا في الموضوع ان احنا عايزين نعمل تواصل بشكل سريع اللي هو التطبيق، بلاش الحساس دلوقتي، هقول يعني هو كده كده هيبقى في تواصل، لكن هعمل تواصل بسيط، هبعت التواصل من خلال السيريال. هنشوف أول حاجة ممكن نبعتها، هذه عندي اللوب، بعد كده الكومبوننت ماكرو، هنفتح الكومبوننت هنلاقي خلاص دخل فيه زي المكتبة. لما الاقي انيشالايز او الستارت، اول حاجه لازم استخدمها اخدها. طيب انا ههيئ البورت ده كم مره؟ هي مره واحده، فبطلعه بره اللوب عشان اقول اول ما يخش البرنامج يعرف ان انا فاتح السيريال، فاتح البورت بتاع السيريال. تمام. طيب تاني حاجه هستخدمها السيريال، انا بارسل واستقبل، كان عندي هنا ريسيف تشار او الكاركتر، يعني بستقبل حرف، وهنا بستقبل سترينج، بستقبل جمله او بستقبل نص، وفي امكانيه ان انا بعمل حرف، ببعت سند تشار او سند نمبر او سند سترينج. خلاص يبقى انا ببعت ثلاث، ممكن ابعت ثلاث حاجات لكن ما بستقبلش، ما اعرفش استقبل رقم. في الحاله دي هنشوف عشان نستقبل الرقم هنعمل ايه. طيب لو احنا عايزين هنبتدي نعمل سند، انا عندي هنا متغير، لما لازم تبقى انت عارف الحرف برضه، الشيء بالشيء يذكر. الحرف انا ببعته من خلال لغه اسمها الاسكي كود، اكواد اسمها الاسكي كود، هي عباره عن كل حرف يرمز ليه برقم، يعني كل حرف وكل رقم، حتى الرقم يعني لو احنا بصينا في الجدول ده هنلاقي رقم واحد قصاده 49، يعني لما انا اقول انا عايز ابعت تشار رقم واحد، انا عايز ابعت رقم واحد، فهقول له اعمل لي سند ل 49. هنشوف الكلام ده ازاي. طيب بس قبل ما نبعت الرقم هيظهر فين؟ المفروض ان انا عندي سيريال مونيتور. طب سيريال مونيتور هشوف هلاقيها فين؟ هخش على التولز في اقصى اليمين، هلاقي في حاجه اسمها سيريال مونيتور، يعني ظهر لي دي الشاشه اللي انا هبتدي اشوف عليها الداتا، فيو بانل. طيب مجرد اظهار. طيب لما اجي اقول له ابعت لي الرقم سيريال، اعمل لي سيند شار، لو انا قلت له مثلا ابعت لي واحد ترجمة
واعمل ديلي عشان اشوفه، ديلي وليكن كل ثانية. لازم قلت الحاجة الجديدة اللي انا هظهرها اللي هو الكونسول، فبيظهر عندي. طيب هنا لسه ما ظهرش عندي النتيجة او المونيتور، ودي غلطة ممكن اي حد يقع فيها. نيجي نرجع تاني لليو ارت، نفعل الداتا سورس، نقول له السورس بتاعنا في الكوم، شغل تاني. هتلاقي اليو ارت ظاهر عندي، بيبعت لي حاجة غريبة كده عشوائية. طب ما تيجي نجرب نبعت الاسكي كود. لو فاكر احنا الرقم 149، هقول له ابعت لي 49. بالفعل بعت لي رقم 1 1 1. طيب طب عايز اتاكد من موضوع ايه، حكايه الاسكي كود ده. عايز يبعت لي، ابعت لي اس سمول 115 115. بعت لي اس فان اس سمول. طيب برضو عشان، طيب انا الموضوع لا مغلبني يعني، هضايقني مش هعرف ابعت اتشار، مش هعرف ابعت حرف بالطريقة دي. طيب ممكن في طريقة تانية، في طريقة تانية ان انا احطه ما بين السنجل كوتيشن او اللي هي الفاصلة المفردة، حط بقى اي رقم انت عايز تبعته وليكن 4. بس هيبعته كحرف. طب ممكن تبعت اكتر من حرف؟ لا يعني ممكن تبعت اكتر من حرف ورا بعض، لا مش ينفع ان انا ابعت اكتر من حرف. طيب ده بالنسبة لو انا عايز ابعت حرف. طب لو انا عايز ابعت نص او ابعت رقم، خلاص الرقم مسموح ان انا ابعت اي رقم زي ما انا عايز، 1 2 3 4. الرقم لازم ادخله كمتغير، كمتغير، فاقول مثلا وليكن متغير ايه، ادي نيو ايه انيشال بتاعه 0، والمتغير هو طالب هنا لونج، مش لونج عشان يعني ياخد راحته. وفي الحالة دي هدخل حاجة جديدة، واحنا استخدمناها كالكوليشن. نركب بس الكونسول ده شوية وأقول له إيه هتساوي أي رقم أنت عايز تكتبه. وفي الحالة دي بيبعت الرقم بالكامل. طيب هنلاحظ حاجة هنا، يعني إن بيبعت رقم متصل وفي سطر واحد. طيب في تركاية كده ممكن تستخدمها بحيث ان هو يبعت نص تحت نص، مش هقول عليها الا لما نبعت حاجة جديدة. نبعت سترينج. سترينج ده يعني معناه ان ببعت نص، النص بحط اي مجموعة من الحروف، يبقى بعمل كوتيشن واكتب اللي انا عايزه. نيجي نشوف النتيجة، بيبعت اتش اتش اتش. طب برضو انا مش قادر افصل ما بينهم. طيب اول تركاية ممكن نتعلمها اللي هي الفصلات، يعني تعمل فصلة في الارسال. يعني على سبيل المثال انا بعت مثلا التكست ده، ممكن اعمل مسافة وابعته تاني، هتلاقي ان هو النص بيبعت بعد منه مسافة. طيب دي اول تركات. في برضو خدعة تانية ممكن نستخدمها اللي هي
حصلش select all الأول clear text اللي هي مسألة الأسطر، عبارة عن كود بلغة السي، عبارة عن سترينج عادي خالص، بتقول له ابعت سترينج، سند سترينج. السترينج ده عبارة عن ايه؟ أكنه نص عادي، كوتيشن وبعدين باك سلاش باك سلاش ان، يعني نيو لاين، نيو لاين. بس دي جزء من لغة السي، هنبعتها بعد كل سطر ونشوف النتيجة ايه اللي هيحصل. اتش 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 خلص، بينتقل بين كل سطر وسطر. طب ايه علاقته بالكتاب؟ خلاص انا لو عايز ابعت رقم هنا ابعت رقم، وهنا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سترينج، دي سترينج كلها، ده رقم، ده سترينج، دي كلها سترينج، وهكذا. بالنسبة ده رقم هيكون متغير، السترينج وهيكون نص ما بين علامة التنصيص. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ نكمل برضو في الريسيف. الريسيف هنستقبل حرف برضو بنفس الطريقة، وهنستقبل جملة برضو بنفس الطريقة، ونبقى نشوف التفاصيل بتاعتها تباعا يعني. ماشي، بعد كده هنشوف موضوع ازاي هستقبل حساس الحرارة، لان ده حالة خاصة، لانه حالة خاصة واحنا ذكرناها في حلقة مفردة، ان هو عبارة عن مقاومة متغيرة زي البوتنشيومتر. طبعا هندخلها على انالوج، المدخل بتاعها انالوج. القراءة لازم طبعا نعرفه كومبوننت، نقول له ايه؟ ادي سلايد جيت از انت او جيت از بايت، هنقول وليكن كانت كيو، ندخل متغير جديد اي حاجة انيشال بتاعها زيرو بدون انيشال، يو انت فين؟ يو اد يو انت. خلاص نقول له الريفرنس بتاعك هو ده، شكرا. طيب لما اجي اقول له ابعت، هقول له ابعت ايه؟ هو بيقرا رقم، هقول له يبقى اعمل ايه؟ سند نمبر، سند نمبر اللي هو السي. نشوف الكلام ده في ايه؟ بيبعت صفر، وبالتدريج لغاية 1023. بالطريقة دي احنا يعني بنستقبل كمدخل انالوج عادي. طيب امال ايه حكاية ال LM35؟ ال LM35 الخواص بتاعته ان هو الخارج بتاعه فولت بشكل مباشر. طيب الفلو كود بيوفر لي الموضوع ده ازاي؟ ان انا اقرا، ان انا ممكن اقرا المتغير كفولت، لكن المتغير كفولت او المدخل كفولت، لكن في الحالة دي بيقول لي انا عايز متغير فلوت كسري، برضه يحط اي متغير اي حرف وتقول له ان ده فلوت، تمام. قول له خلاص خد المتغير اللي انت عايزه اللي هو. طيب لكن دلوقتي السيريال مش هيب، لو بعت نمبر شوف ايه اللي هيحصل، هيبعت لي رقم سليم، ثواني انا قلت اللي ابعت الرقم اللي هو الكسر اليوم. اوكي الرقم اللي بيبعته سليم صحيح، مش بيبعته ككسري. ليه؟ لان كان لان انا قلت له لما ابعت نمبر قال لي انا هبعت نمبر سليم،
لونج هبعته سليم يعني صحيح زي الانتجر يعني. لا فانا لازم اعمل برضو تركاية بسيطة، ايه هي؟ ان انا احوله، هقول له انت جزء متقدم حول لي الفلوت اللي انت قريته لسترينج. طب هو انا عندي سترينج اصلا؟ نضيف سترينج برضو اي حرف سترينج، فاقول له الفلوت عندك الفلوت، وادي السترينج كده، حولت القيمة. وفي الحالة دي اقول له اقرا لي سترينج، فين السترينج اللي هو ده؟ نشوف فيو كونسول عشان بدأ يقرا لي الكسور. تمام، يبقى التتابع ان انا بخليه يقرا كسري وبعدين احوله لنص وبعد كده اقول له ابعت النص. نفس التعامل ده انا بتعامل لو بشتغل على LCD. طيب نستكمل الموضوع بعد كده. انا اريد الحرارة المقاومة كمدخل انالوج عادي خالص وببعت على السيريال. اتكلمت على البي دبليو ام المرة اللي فاتت، وال ال سي دي اتكلمت عليها في المرة اللي فاتت. الكيباد، الكيباد سهلة اوي في البرمجة. خلي برضو السيريال مفتوح معانا. الكيباد وبرضو ماشي، ده خلاص مش عايزه. الكيباد بمنتهى البساطة كمدخل جينيريك، عايزه الخواص اللي انا شغال عليها. انت عايزه 3 في 4 او 4 في 4، هو أقصى 4 في 4. التوصيل بتاعه زي ما انت شايف فتح البورت بي كامل. انت ما بتدخلش، ما بتغيرش، عايز تغير غير براحتك. البرمجة بتاعته بسيطة يعني، بسيطة عادي. برضو بدخل الماكرو واقول له اقرا لي الكيباد الموضوع. كل الموضوع جيت نمبر مثلا، جيت نمبر لمتغير بايت اعتبره ايه. اوكي بس هنلاحظ ملاحظة، يعني بيبعت الرقم اقصى 255، يعني الطبيعي هو هاي. فادخله شرط بحيث ان لا اقول له لا معلش ما تبعتش الا لما تكون الاف اذا كان متغير اللي هو ايه. لو ايه مثلا بتساوي 255، لو بتساوي 255 لف يعني ما تبعتش حاجة. طب ابعت امتى؟ لما يجي لك رقم تاني، رقم مختلف. برضه فيو كونسول واقف منتظر. طبعا هو بيعد الوقت، فلما اجي ادوس على 1 بدأ يبعت، 1 2 بدأ يبعت، 2 3 4. طبعا ده المفروض ان ده 0 او 10 11
12 حسب ما انت بتبرمج الكيباد. يبقى انت بتقول ابعت مجرد رقم واستقبل رقم، وبناء عليه ممكن تعمل اي اوامر انت محتاجها. الفلو كود للزر الخامس انا بعتبره اسهل في برمجة السيريال. هنفتح بروجكت جديد، نختار منه الاردوينو اونو، وبشكل سريع هنقول في الكوميونيكيشن انا عايز السيريال يفتح لي على طول النافذة. هي مختلفة عن الكونسول في الزر الثامن، هنا في نافذة للكاركترز اللي انا ببعتها، وهنا في الكاركترز اللي بعمل ريسيف او حتى التكست او حتى النمبرز اللي انا بستقبلها. طيب هبتدي برنامج بشكل بسيط، هقول نفتح الاول. هنا برضو في الازرار الخامس ما عنديش initialize ولا عندي start، على طول بعمل send او بعمل ريسيف. فلو قلت انا عايز اعمل char برضو، لو قلت الاصدار لو كتبت 49 شوف هيبعت ايه، وحيد طبعا دي بنظام الاسكي كود زي ما احنا ذكرنا. طيب عشان نتغلب على المشكله دي وذكرتها بشكل سريع برضو، هحطها ما بين سنجل كوتيشن مش دبل كوتيشن، سنجل كوتيشن واحده. اي رقم ده عايز تبعته 4 كوتيشن، اوكي سيموليشن بيبعت اربعات. نقلل زمن عشان نشوف نشوف القيمه اللي احنا شغالين عليها، يكون ثانية بيبعت أربعات زي ما احنا عايزين. خلاص أي كاركتر احنا عايزين نبعته أو تشار يعني عايز نبعته تحطه ما بين سنجل كوتيشن. طيب لو قلت برضو ذكرت لو في أكتر من رقم مش هيبعت غير أول حرف، شوف الكلام أول حرف ملوش دعوة بالباقي. طيب عايز أبعت سترينج احطه ما بين دبل كوتيشن، وفي الحالة دي اقول له ايه سيند سترينج، هيبعت الرقم ده كله. طيب قلت عشان اعمل سطور بعت سترينج فاضي، سيند سترينج سترينج عادي ما بين دبل كوتيشن باك سلاش او السلاش العادي الباك سلاش ان يعني نيو لاين. خلاص طبعا هو هنا عيب في السيريال، هنا ما بيظهرش غير نجوم، بس لما تيجي تنفذ بشكل حقيقي عندك في الكود الزر الثامن بيظهرها لك بشكل مظبوط. طيب ايه موضوع بقى السند. طيب انا هعمل تطبيق سريع عشان اشوف موضوع السيريال في الاستقبال او في الارسال، سواء بالكيباد او بالكيبورد بتاع الكمبيوتر عادي او اي او مثلا بلوتوث موديول. طيب هبتدي اقول له استقبل ريسيف مثلا كاركتر، الريسيف كاركتر يعني استقبل لي اي حرف. هنا بيقول لي ايه التايم اللي ممكن في زمن الاستقبال، ممكن تحط 50 100 100 مللي مش مشكله. الانيشال او الفاليو اللي هو الريتيرن فاليو اللي هو عايزه هيكون وليكن ايه اديت، نخليه انت زي ما هو عايز انت، والانيشال زيرو ماشي تمام. ايه الريتيرن فاليو اللي هو الايه القيمة ايه، دي ممكن تكون اي رقم يعني اي حرف اي حاجة. طيب الاكشن بتاعنا هيبقى على ليد، الليد نوصله على اي رجل وليكن السي، نبعد عن الدي عشان بتاع السيريال كوميونيكيشن. اديله الشرط هنا اقول له طيب لو الحرف ده لو يعني المتغير اللي هو ايه ده هيساوي مثلا دي حاجات التحكم هيساوي لو الكاركتر ده واحد، اعملي الاكشن نور لي الليد. طيب لو الاكشن ده الايه هيساوي اتنين اديني خليني اطفي الليد اوف بس. وكأن انا لما اجي هبعت هنا لما اجي يعني استقبل هنا في الريسيف
استقبل بلوتوث اي حاجة، هنشوف الكلام ده. انا عايز استقبل واحد، فبفتح هنا واقول له واحد. ايه اللي حصل ولا حاجة؟ الغلطة هنا ايه؟ ان برضو المفروض بنبعت بالاسكي كود، الاسكي كود سنجل كوتيشن، لازم ببعت اسكي كود، يا اما اكتبه 49 او 50. تمام، نشوف. هقول له لو بعت حرف واحد نور الليد، طيب لو بعت حرف اتنين لاحظ طفى الليد، تاني واحد نور، اتنين. اذا انا ما ببعتوش كرقم، ببعته كحرف. طيب لو حصل ان انا بعت يعني مجموعة من الارقام والحروف، لا هو مش هياخد غير زي ما قلت كده اللي هو اول الكلام ده. اهو لو بعت مثلا واحد مالوش دعوة، هيقول انا عايز اول حرف، اي اول حرف بس. واحد طبعا هيظل على الحالة دي زي ما هو لغاية ما ابعت له الحرف اللي بعد منه اتنين. تمام، ده كده في ارسال، ارسال الحرف. هو نفسه بيستقبل، انا ببعت من الكيباد، طيب ببعت من الكيبورد او من البلوتوث موديول.